عايزين تركاية وايه التفاصيل الطهوية. ان انا عندي تشكيلة من الخضار، كوسة، بتنجان، فلفلة ملونة، ممكن نحط سبانخ، ممكن نحط مشروم، اي نوع من انواع الخضار اللي عند حضرتك تقدر تعملي طاجن خضار لطيف وجميل. مش لازم طاجن الخضار يبقى فيه لحمة او فراخ، هنعمله النهاردة بدبس الرمان والطحينة. هنا الخبرة الطهوية هتلعب دور كبير جدا. المقادير على الشاشة يا استاذ رحاب بعد اذن حضرتك. ازاي طاجن خضار بدبس الرمان صيامي؟ المقادير على الشاشة: خضار، كوسة، تنجان، فلفلة ملونة، بصل اساسي، وتوم معانا من الكزبرة الخضراء، معلقتين مفرومين ناعم، وطحينة، وعصير ليمون. وتعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة. اول حاجة هقطع الخضار بشكل يبان شخصيته في الطاجن، ده مهم جدا على فكرة، إذا كانت الكوسة أو البتنجان أو الفلفل. تقطيعة لطيفة كده، وبعدين الخضار ده هيتحمر في قلب الزيت. حلو الكلام؟ وإننا نحمره في قلب زيت نضيف علشان ياخد الشكل بتاعه، بعد ما يستوي تبقى كل حاجة بشخصيتها، سواء البتنجان سواء الكوسة، وإحنا مع بعض كده واحدة واحدة. وإحنا شغالين مع بعض خلونا نعرف ازاي ان نشتري الخضار بتاعنا، سواء الكوسه او البتنجان. البتنجانيه لها لمعه كده من الجلده بتاعتها، لازم نحافظ عليها ونعرف ان هي طازه وفريش، بتبقى الجلده لامعه وماسكه نفسها مش دبلانه، معناته ان البتنجان طازه. وكمان الزهره بتاعتها اللي بتبقى طبعا ماسكه فيها بتبقى خضراء وفريش لسه. عادي الكوسه بتاعتنا كمان بتبقى باللون الاخضر ده، بلاش الكوسه الصفراء، خلي بالك. سواء هتحشيها سواء هتعمليها بالخضار زي ما انت عايز. انا بقطع الخضار بالشكل الكبير ده كده على فكره، اهو عندي زيت بيسخن على النار، عندي طحينه، عندي دبس رمان، الاثنين هيتحدوا مع بعض ونشوف الطعم هيجي منين. دي مش عايزينها، نخلوه منها كده على جنب. ناخد البتنجان ده كمان، بحب انا البتنجان دايما مع دبس الرمان والطحينه بصراحه. في حاجات كده انواع من الخضار لما بنعملها مع دبس رمان مع طحينه بيبقى لها طعم، عشان كده بابا غنوج او المتبل بالطحينه اللي هو البتنجان ده اساسي طبعا، يكون بتنجان وطحينه، بتنجان مشوي مثلا او مقلي ايا كان. بالشكل ده كده هناخد الخضره دي كده في قلب الزيت نحمرها مع بعض. واحده واحده كده، الزيت عندنا بيسخن ومفروض ما يكونش زيت شديد الحرارة عشان البتنجان ما يتحمرش من فوق ويبقى من جوه مش مستوي. اهو نسيب دول يتحمروا كده زي الفل. ناخد بعضينا ونشوف الفلفل الالوان ده كده، مش عايزه تعملي صيامي، ممكن تحطي مثلا معاه صدر فرخ حلو، تحطي معاه لحمة مفرومة، تحطي معاه سجق بلدي زي ما انتي حابه. ادي الفلفل الالوان الجميل الحلو، طبعا ان احنا نرفع البذر منه مهم جدا. بناخد برضو الفلفل الالوان ده بالشكل ده كده في قلب الزيت. حلو قوي، هنسيب الخضار كده زي الفل بالشكل ده كده بالوانه الحلوه اللي تفتح النفس، ونجهز الخلطه بتاعتنا هنا على النار، طاسه شديده الحراره، بنحط فيها زيت زيتون لانه صيامي. هنا التركايه بقى، وهنا الايه الخبره الطهويه بتلعب دورها. زيت زيتون كده زي الفل. باخد البصلايه الحلوه بتاعتي الناعمه اللطيفه دي، حلو بالشكل ده كده، تاخد لون ده حبيبي. ادي البصلايه والتومه، شايفين الجو ده كده؟ ده بصل اخضر، خلي بالك انا بحب جدا البصل الاخضر لما يخش في الاكلات. اخواننا اليابانيين والصين دول يعني خلي بالكم اذكياء برضو، يعني لهم مدرسه طهويه كده، دايما البصل الاخضر بيشارك في كل حاجه بتاعتهم. التحميره دي حلوه قوي زي الفل. عندي الطحينه اللطيفه الجميله اهي بتنزل كده على الخضار ده كده، شفت بقى الفكر ده كده؟ والطحينه لما بتطبخ على النار شخصيتها بتظهر. زي الفل. قليل من الماء المغلي، اللهم صل. الخضار بدا يشتغل معايا اهوت زي الفل، شفت الجو ده كده اهو، ده البهريز بتاعها. طبعا وجود الميه السخنه مع الطحينه بتديها قوام زي الفل. اقلب كده
الطعم هيجي منين يا مغازي؟ اصبر على رزقك. شفت القوام ده كده؟ بقى عامل زي الوايت صوص. شفت الطحينه مسكت نفسها ازاي؟ ننزل بدبس الرمان بتاعنا الجميل، اللهم صل على النبي. ده الطعم. جرب الطاجن ده. مش لازم لحمه ولازم عكاوي ولازم لحم ضاني. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ شفت الطحينه مع دبس الرمان، الموضوع مختلف. البخار اللي طالع ده يعني بيتكلم خبره طهويه. دي توابل هي يا مغازي للامانه. يعني ايه التوابل هنا؟ هو ده الكلام بقى. شفت القوام ده كده؟ ده صيامي. احنا اتفقنا مع بعض من اول ايام الصيام للاخوه المسيحيين طبعا من خلال شاشه القناه الاولى، ما بفوتناش فرصه كل يوم مع بعض طبق واتنين صيامي. ولكن للامانه الاكل صحي، الاكل الصيام انا معاه صحي 100%. معايا الكزبره الخضراء تنزل كده. شفت الطاجن ده؟ الله. عندي طماطم شيري. يا ويلي يا ويلي، هو ده هو ده هو ده. يلا التقليبه دي. يلا يا اخبار الخضار ايه؟ ناخد بعضينا ونشوف الخضار وصل لفين. عينيا. يا اخبار الخضار. بيتدلع في قلب الزيت، نبص عليه. كوسه، تنجان، فلفل، حبه تحط بطاطس، اهلا وسهلا. حبه تحط قلقاس، اهلا وسهلا. حبه تحط قرع عسلي، اهلا وسهلا. ولكن البساطه سهوله مرونه. ناخد الخضار ده بعد التحميره الحلوه دي كده، نصفيه من الزيت جيدا حتى نتخلص من الزيت. عينيا. هناخد الخضار الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. يلا يلا يلا، هو ده. شفت الخضار نازل ازاي بيتكلم مصري؟ حلو. على فين يا عم الشيف؟ على فين؟ على فين مخرجنا الجميل؟ على فين؟ على الحلاوة دي، على الحلاوة دي، على الحلاوة دي. ايه ده؟ ايه ده؟ بتنجان. زي الفل. ونقلب كل ده. دي حاجة جديدة يا مغازي. طبعا. بقى طاجن خضار بطعم الطحينة، بطعم دبس الرمان. سيبيه بس يستوي كده وياخد راحته على النار. دايما تضيفي له الميه المغليه دلوقتي. تاني. الطحينه كل ما تقعد على النار تتقل، خلي بالك. كل دولت كوبايه طحينه. شفت عملوا معانا؟ بس خلاص. حلو. توابلنا يا عم الشيف بساطه سهوله مرونه. شويه بابريكا، ده الجديد. الكركم مفيد جدا، انتهز الفرصة لاستخدامه. شوية الكمون الحلوين، كل دول. فلفل اسود، عينيا، والملح بتاعنا. حاضر يا فندم. نقلب دول كده مع بعض. سيبوني بقى اقلبه كده مع بعضه، لان لازم ياخد غلوة كبيرة محترمة كده على النار عشان كله ينسجم مع بعضه مع طعم الطحينة ودبس الرمان. في الاخر هنحطه في طاجن ونعمل له برزنتيشن حلو كده ويخش الفرن. وبعد ما يطلع من الفرن هنتفرج عليه ونتصور معاه. للتفاصيل، للتركايه الحلوه، الخضار ده لما يكمل سواه في قلب الطحينه ودبس الرمان بترجع المدرسه الطهويه للمطبخ الشامي، عشان ندي لكل حق ذي حقه. حلو الكلام. يعني طحينه ودبس رمان، توابل وبهارات، الطعم بياخدنا في مكان تاني خالص. التوابل هنا كمون، بابريكا، شويه كركم حلوين عشان تديني لون الكهرمانه زي الفل يا عم الشيف. هناخد الخضار ده كده وطاجن معانا زي الفل، اللهم صل على النبي. ننزل كده. يلا العب. نازل يتناغم. ده على فين يا عم الشيف؟ ده صيامي، ده هيخش الفرن. يا ويلي يا ويلي على شويه الطحينه اللي نازلين دول. زي ما هو كده هيخش الفرن في درجة حرارة 180. زي مش ده مش عامل في أي حاجة، هو بس كده كفاية يديني اللون ويديني الكهرمانة. يلا على الفرن. اللهم شوية كزبرة بس كده للأمانة يعني. درجة حرارة الفرن عندي هنا 180 زي ما هي كده. يلا بص عليها، بص عليها وصورني معاها.
طاجن خضار مشكل من خير ارضنا بالطحينه ودبس الرمان، صيامي 100% هيلسي. اهو هما معلقتين زيت زيتون استخدمتهم، ولكن الطاجن ده طعمه ومذاقه مميز جدا. تعالوا نطلع الطاجن بتاعنا. طبيعي علشان سخن. هنحط عازل. يلا يا باشا. لا بقى لا، لازم هنا واقفه، لازم واقفه مع الطاجن ده. طاجن بيتكلم بالخبره الطهويه، فيه كل العناصر الغذائيه. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ شايفين الحمار والدلع والجمال؟ صورني معايا يا شفيق الله يرضى عليك، ايه الحلاوه دي؟ اهو دلعوا. اهو ده طاجن الخضار المشكل بدبس الرمان والطحينه. الطعم دوقي، جربي ودوقي وقولي لي رايك فيه ايه. بس بالله عليكي هحملك امانه، عجبك قولي حقوق الطبع لدينا وبس. اه زي الفل. ♪